ميريلاند الدكتورة سحر خميس، أستاذة الإعلام في جامعة ميريلاند الأمريكية. أهلا بك دكتورة سحر. يبدو الرئيس المنتخب جو بايدن متفائل، لديه خطة واضحة وأولويات لتنفيذها وقرارات تنفيذية ينوي أيضا اتخاذها، بعيدا عن مسألة الإطار القانوني الذي يسعى ترامب لإفشال هذا الفوز من خلاله. هل طريق الرئيس المنتخب معبد برأيك؟ شكرا لكم على الاستضافة. طريقه ليس معبد، طريقه مليء بالصعوبات والعوائق. مع الأسف الشديد هو يرث تركة مثقلة من الرئيس ترامب. هناك بالفعل عدة أزمات طاحنة وحقيقية تواجه الرئيس المنتخب جو بايدن وإدارته، طبعا على رأسها وفي مقدمتها طبعا جائحة كورونا وتداعيات المختلفة الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي ما زلنا نعاني من أثارها المختلفة على مختلف جوانب الحياة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. لدينا الملف الاقتصادي المتردي، لدينا البطالة، لدينا العنف والاحتقان العنصري، ولدينا أيضا الانقسام الشديد والاستقطاب الموجود في الشارع الأمريكي، والذي مع الأسف يزيد خطاب ترامب التصعيدي من نغمته ومن حدته. كل هذه أمور وتحديات حقيقية تواجه جو بايدن، لكن أنا أريد أن أوضح ثلاث نقاط هامة جدا وردت في خطاب النصر الذي جاء على لسان جو بايدن ليلة أمس في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما ركز على ثلاثة محاور هامة جدا. المحور الأول هو توحيد الصف بين أبناء الشعب الأمريكي، عندما قال سأكون رئيسا لكل الشعب الأمريكي وليس فقط لمن انتخبوني، ولكني أعد أن أعمل بكل يعني جهد وبكل نشاط لخدمة هؤلاء الذين لم يدلوا بأصواتهم لصالحي، تماما كما أعمل لصالح هؤلاء الذين أدلوا بأصواتهم لي ولحملتي الانتخابية. دي نقطة هامة جدا، ونحن نحتاج هنا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه النغمة التي توحد الصف وليست نغمة الانشقاق ونسكب الزيت على النار كما يقولون. النقطة الثانية والهامة جدا هي إظهار نفسي في أنه مستعد تماما لمواجهة كل هذه التحديات التي تحدثنا عنها. ففي الوقت الذي تسعى فيه حملة ترامب إلى أن تسير أو تبدأ فيه تصعيد ما يسموه بالملاحقة القضائية والطعن في نتيجة الانتخابات مع عدم وجود أي أسس أو دعائم تدل على ذلك، هم يريدون أن يبدأوا في هذا الإطار ابتداء من غدا الاثنين، بينما نرى بايدن وكاميلا هاريس يتحدثون عن البدء في أخذ خطوات محددة وواضحة واستراتيجيات واضحة لبدء العملية الانتقالية، وعلى رأسها مواجهة ملف جائحة كورونا وغيره من الملفات الأخرى الهامة والطاحنة التي تهم المواطن الأمريكي. إذن هو يقول نحن مستعدون لأن نقوم بأداء دورنا من اليوم الأول، بل إننا سنبدأ من الآن في هذا الإطار. طبعا هذه نقاط في منتهى الأهمية ركز عليها بشدة وكانت واضحة في خطاب جو بايدن، وكان هناك أيضا نغمة من التعاطف والإنسانية والرحمة والشعور بالآخر نتيجة شخصيته المحببة إلى الجميع وإلى معاناته هو الشخصية التي تحدث عنها بشكل إنساني يلمس به مشاعر المواطن الأمريكي ويشعر أنه يشعر به ويشعر بآلامه ومعاناته. أشكرك جزيلا عبر خدمة سكايب من ميريلاند دكتورة سحر خميس، أستاذة الإعلام في جامعة ميريلاند الأمريكية.